طيب دكتور، يمكن بعد إجراء عملية من عمليات السمنة المفرطة في جزء معين في الجسم ما بيخسش، إيه الحل؟ هو احنا بعد عمليات ده اللي هو حالة المريض بعد عمليات السمنة المفرطة بقى. حالة المريض اللي بعد السمنة المفرطة دي بتتوقف بدرجة كبيرة قوي على حالته قبل العملية. هل هو كان ما يسمى مؤشر كتلة الجسم عالي قوي ولا متوسط ولا هو لسه في البداية؟ فالمريض اللي عموما اللي هو عنده المؤشر كتلة الجسم مش عالي قوي والسن صغير وحالة الجلد بتاعته كويسة، ده غالبا ما بيبقاش، حتى لو في ترهلات بتبقى ترهلات بسيطة قوي او ما فيش ترهلات خالص، ولكن في مناطق معينة كده بتبقى الدهون بتاعتها الجسم يصل لوزنه الطبيعي او المؤشر كتلة الجسم يرجع للوزن للطبيعي اللي هو 25، وتلاقي فيه عنده مناطق معينه ما نزلتش. هي دي سمنه موضعيه بقى في حته معينه بالظبط كده، بقى سمنه موضعيه، هو جسمه بقى كله بقى كويس ولكن سمنه موضعيه. فهنا بتتدخل بما يسمى بعمليه النحت او عمليات شفط الدهون. شفط دهون بسيط في الاماكن دي بتروح تماما وجسمه يبقى كويس جدا، بس ده بعد ما يكون وصل لوزنه الطبيعي اللي هو بنقيسه بايه؟ بمؤشر كتلة الجسم ان هي توصل ل 25. يعني وصل 25 وفي مناطق مقاومه يعني ايه مناطق مقاومه؟ يعني الدهون اللي فيها دهون موضعيه متكتله ومش غير متناسبه مع اللي فوقيها او اللي تحتيها. احنا كده نزلناه في الوزن وبعدين نسقناه وبعدين نسقناه للقوام. يعني ما ينفعش تنسيق القوام الا في مريض وزنه طبيعي. امل بقى كبير يا دكتور. ان شاء الله. كانت الناس ما عندهاش امل في الامور. طبعا طبعا. حضرتك بقى بني المجموعه الثانيه من الناس بقى، المرضى اللي هم كان مؤشر كتله الجسم بتاعهم عالي قوي والجلد او حاله الجلد عندهم حاله مترهله من الاساس، او مريضه حملت كذا مره وعندها ترهلات في جدار البطن والعضلات ذات نفسها كمان، فاحنا بعد ما نعمل لها العمليه وتخس في الوزن اكيد اللي كان مترهل ده هيزداد ترهلا، العضلات اللي كانت مترهله هتترهل اكتر، ولكن الوزن هينزل. فاحنا بعد الوزن ما ينزل يبقى مؤشر كتله الجسم حول الطبيعي اللي هو 25، بنبدا نقيم الموضوع بقى، نشوف اني منطقه حصل فيها ترهل، وبنقسم الجسم بقى لمناطق لحاجه اسمها وحدات تجميليه متكامله. بعد مدة قد ايه اقدر اقول بقى ان المنطقة دي كده خلاص مش هتخس؟ بالظبط. احنا عندنا حاجات مؤشرين، يا يعني اما معدل كتلة الجسم ينزل 25 او على الاقل يفوت مريض مستعجل شوية ومثلا كتلة الجسم بقت 28 ولا 27، فاحنا على الاقل من 18 ل 24 شهر بعد العملية، من سنة ونص لسنتين. ده الوقت اللي هو غالبية او معظم الوزن الزائد لازم يكون راح في الفترة دي، عشان كده العمليتين دول مع تجربتهم الكتيرة قوي ثبت ان هو بعد سنة ونص سنتين الوزن الزائد كله 18 ل 24 شهر. ما يعتبرش كتير يا دكتور؟ لا مش كتير خالص. طب احنا بنشوف ناس يا دكتور حضرتك، لان احنا في مرضى بنعملهم 180 و220، حضرتك لو نزلناهم في 6 شهور احنا نموت المريض. هيموت. لا مش كتير خالص. طيب يعني بنشوف ناس بينزلوا في وقت اقل من كده. في ناس بتنزل اوقات كتير جدا بتنزل. هل دول لو احتاجوا برضه؟ لا حضرتك، ما هو المؤشر كتله الجسم بتاعهم هتلاقي 40 مثلا. 40 انت فاهم حضرتك، او 35 ومعاه سكر وضغط وعملنا له العمليه عشان اساسا السكر والضغط، ونزل في فتره اقل من كده، ممكن سنه بالظبط او اقل من سنه يكون البي ام اي بتاعه او المؤشر كتله الجسم بتاعته وصل. الحكم في الموضوع هو قد ايه ينزل الوزن. بالظبط كده. وهو المؤشر كتله الجسم عنده اصلا قبل ما اعمل العمليه كانت كام؟ يعني مش هساوي مريض جاي ب 35 بمريض فوق ال 50، في مرضى بتبقى 60، فاكيد الوقت هيبقى فارق معاهم. عشان كده احنا قلنا برضو رينج في البتاع، قلنا مدى، قلنا من 18 ل 24 شهر. ده اقصى حاجه، لان احنا اقل حاجه في المرضى البي ام اي بتاعهم او مؤشر كتله الجسم 40 او 50 18 شهر. في مرضى بسيطه جدا هتبقى بعد كده قبل كده، وفي مرضى بسيطه قوي هتبقى بعد ال 24 شهر برضو. يعني هو حسب الوزن. احنا معظم العيانين في هذا المتوسط في المتوسط ده يعني. تمام.